ناخذكم في جولتنا لعالم تويتر، بما ان اليوم الاجواء ويكنديه فراح نستمتع بالاجواء الموسيقيه وتحديدا التغريدات التي تحمل مقاطع موسيقيه جميله جدا. ولكن خلونا نبداها باول تغريده من حساب روتانا موسيقى. تبارك شركة روتانا موسيقى للفنان عايض على عقد قرانه اليوم، نتمنى لكم حياة سعيدة مليئة بالحب. وأكيد نحن كذلك نقول للفنان عايض ألف مبروك لعقد قرانه على الفنانة هبة حسين. ومن أمس ما شاء الله تبارك الله الكثير من الفنانين وجهوا لهم التحية والتبريكات، ونتمنى لهم التوفيق والسعادة، ومنتظرين أعمال الفنان عايض الجميلة القادمة بإذن الله. إلى تغريدة ثانية من حساب حلم. الموسيقى تأتي في المرتبة الثانية بعد الصمت حين يتعلق الأمر بما لا يوصف. رح نستمتع مع بعض بهذا الفيديو وارجع لكم. معقول انساك؟ معقول؟ لا لا لا، غني ابدا. طبعا من اجمل اغاني الفنان فضل شاكر، يعني كمان عزفها على البيانو بكل احساس عالي وفن جميل. الى التغريده الرابعه من حساب مدينه الملك سعود الطبيه. حذرت تحذير مهم جدا، وهو تحذير من عمليات تغيير لون القزحية لما لها من خطورة على الأعين قد يهدد البصر، وتشدد بذلك على ضرورة الحرص والتثبيت عند إجراء أي عملية بالعين من عدة نقاط، أبرزها أن يكون هذا الإجراء عند طبيب مختص ويكون ضمن الإجراءات المتفق عليها عالميا. يعني صراحة أبغى أعرف، استغربت أنه ليش الناس من الأصل بيلجأوا لمثل هذا النوع من العمليات. يعني الحمد لله على نعمة البصر، الحمد لله على جمال العيون السود اللي تغنوا بيها أكبر الشعراء في العالم، فليش الواحد يحب التقليد؟ يا جماعة لازم ناخذها شوي من الناحية الطبية عشان نعرف كمان تفاصيل أكثر حول هذه العمليات. معنا عبر الهاتف الدكتور براء القاسمي، استشاري طب وجراحة القرنية وتصحيح النظر. مساء الخير دكتور براء. مساء النور، يسعدني ويشرفني أكون معكم اليوم عشان أتكلم في موضوع مهم جدا. جدا، ونحن أسعد دكتور. بس أنا أبغى أعرف، يعني إيش المقصود بتغيير لون القزحية اللي انتشر بشكل رهيب في الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وليش كمان صاروا الشباب هم اللي بيلجأوا لمثل هذه العمليات؟ صحيح، عمليات عمليات تغيير لون العين تتم بطريقتين. النوع الأول اللي هو عن طريق الليزر، يتم فيه حرق قزحية العين. عشان نكون عارفين، قزحية العين هي اللي بتدي لون العين، فبالتالي بالليزر يحرقوا القزحية فيتغير لونها، تصير لونها أفتح شوية. هذا بالنسبة للنوع الأول. النوع الثاني هو عن طريق تركيب شريحة بنفس اللون المطلوب. يعني مثلا إذا كان الشخص يبغى اللون الأزرق، فممكن زرع شريحة داخل العين فوق قزحية العين، فبالتالي تدي اللون الأزرق للعين. طبعا هذه العمليتين للعين خطيرة جدا، مضاعفاتها كثيرة. منها أول شيء سبب التهاب بالعين، التهاب مزمن. ثاني شيء ممكن تأثر على قرنية العين وتأثر على خلايا بطانة القرنية. ثالث شيء لما نحط شريحة داخل العين، فبالتالي يرتفع ضغط العين لأنها تأثر على زوايا تطريب السائل اللي داخل العين. وآخر شيء ممكن تسبب موية بيضة. يعني إحنا تجينا حالات في العيادة أنه مرضى زرعوا الشريحة هذه وسببت لها مضاعفات كثيرة، وبعدين بيندموا على الموضوع هذا، يقول إحنا لو كنا نعرف أنه هذه المضاعفات ما كنا سويناها.
طبعا يعني هي العمليات ما بتتعمل هنا عندنا في الخليج. هذا اللي بسألك عنه بالضبط، إذا يعني خطر هذه العمليات كبير جدا وبتضر البصر في المرتبة الأولى، ليش وكيف يعني يمكن إجراءها أو السماح فيها؟ الحمد لله أنه مثل ما قلت لا يمكن إجراءها عندنا بالخليج، ولكن أعرف يعني بعض الأشخاص ممكن يسافروا للخارج ويقوموا بمثل هذه الإجراءات الخطيرة. وبعض دول أمريكا اللاتينية بيسووها هناك. طبعا المريض يعني هناك ما في أي رقابة على المرضى، بيسووها للمرضى اللي يدفع فلوس وبيسوي العملية. بعد العملية بيبدأ يلاحظ أنه والله نظره بدأ يقل عليه، في آلام بتيجي داخل العين، صداع مزمن، بيجي العيادة نلاقي المضاعفات هذه كلها حصلت، ونضطر أنه احنا ندخل ونشيل الشريحة مرة ثانية. أما بالنسبة لحرق القزحية عشان تغيير لون العين، هذا الإجراء ما نقدر نعالجه أبدا، بالعكس يعني ما خلاص المضاعفات صارت وما نقدر نعالجها إلا أنه ننزل ضغط العين أو أنه ندي أدوية تخفف التهاب القزحية، لكن ما نقدر نرجع لون العين الطبيعي. طب هل يعني مثل هذه الإجراءات أو العمليات دكتور البراء بيكون هدفها تجميلي 100% أو لا؟ نعم هدفها بس تغيير لون العين. يعني أنا أشوف أنه أسلم وأحسن حل لتغيير لون العين لبس العدسات الملونة. بالضبط، وهذا اللي بقوله، يعني الحمد لله أنه في عدسات عشان يغير لون العين. يعني إذا تبي تغير لون العين أو تغير لون عينك، ألبس عدسات ملونة وخلاص. بالعكس هذا النوع أسلم وأحسن وأفضل لعينك. يعني أنت لو سويت عملية تغيير لون العين للأسف حتخسر عينك، فما في داعي الواحد يخسر عينه عشان يغير لونها فقط. صحيح، أتفق معك دكتور البراء 100%. شكرا لك على هذا التوضيح. شكرا على طرح الموضوع الجميل. شكرا لك. واجبنا دكتور، فعلا يعني لازم دورنا اليوم أن ننبه الناس من مختلف يعني الفئات العمرية على خطورة مثل هذه العمليات، خصوصا قاعدين نشوف أن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بيتظهر لنا آخر الإجراءات التجميلية وآخر التقنيات حول هذه المواضيع، ولكن مو كل شيء يطلع وينتشر ويصير هبة نروح نسويه. ومثل ما قال دكتور البراء، الله يخلينا العدسات يعني اللنسز صار في منها ألوان وأشكال وأحجام، وفي منها يومية وشهرية، فأتوقع أن هذا الموضوع يعني دلع بزيادة، فلا تدلعوا كثير. ومكملين معاكم بعد الفاصل، إيش عندنا شباب يقلدون الوثائقيات الشهيرة لناشنال جيوغرافيك؟ انتظرونا.